متحف المخطوطات. طيب ماشي، بس بعد بعد يهوديات شوف مكتوب بالهبري عبري. في حال عندك شتة كل يهوديات يا نسخة العهد القديم سمعان عليها الكتاب المقدس سفر أيوب نسخة تبقى الأسد كتاب المقدس مسيحيات مسيحيات كتاب المقدس نسخة الفاتيكان نسخة القسم كمان الفاتيكان كمان هون مسيحيات طب انجيل تسهيل صعوبات كتاب المقدس القرآن الكريم مدونة بالمالي هذه المدونة الأصلية برأيك؟ هو شكلها مدونة الأصلية الحجة في شرح القراءات السبق مخطوطات شارحة لشو؟ مخطوطات شارحة مثلا الصغار والكبائر اللي شو؟ بعد بعد
تاني. لا لا ثواني. منطق الفلسفة التصوف الفلك والتنجيم والله عن علوم المخفية هي رياضيات ما بدي طب انه انا ما لي شغل فيه شو هلا ما حيبين كتب منمنمي يلا يبدا يا زلمه الجيش دخل علينا وليه هذا لحاله متحف شو هذا بالضبط بس هنا شو بدنا شو هي حيوان خلاص مالي جايبه لعندك انا انطمزت حلا منين شو هذا ستريم